السلام عليكم متابعين قناه موتوركس مع فيديو جديد حلقه جديده. نوريكم واحد الدراجه شنو فيها بعد واحد التلفون هنايا خبيت شويه الزيت اللي كتشرشر من هنا من الداخل. وانا نوريكم السبب شنو هو. من قبل ما نوريكم نوريكم عاوتاني واحد الخدمه تيديروها الخوت سكالسا هانت شحال هذا البالون هذا ديال لومبرياج ديال الله شنو كيدير. شو شباب هذه الخدمه هذه دخلنا لكم بالله واش هذه خدمه شري سيرو تاع صاحبي 24 وخدم لعباد الله في النقا ماشي تبقى تضرب عليه وتضيع وتبغي تبغي واحد اخر يحلو موراك ولا مول الموطور يبغي يكريسي اومبرياجات ديالو ولا شي لعيبه وما ما يلقاش كيفاش يحل. راح شوف ما هادشي هذا الضرب ما خدامش هنايا في هاد الموطور ما تيخدموش بالمطرقه والبيره لا لا الله وصافي. المهم خلينا نحلو بعدا نشوفو التفو اللي عندنا هنايا. والله الا عز عليا هاد الكرو هذا اقسم بالله. شوف يا ربي شوف كيخدم هذا الموطور معفون راح حل دابا هذا صافي راه ضربنا عليه حتى حنا باش حيدناه ولينا غادي نبدلو داك الكرو طايب رياج وصل لحد منين قالك الصادق منين شرا هذا الموطور ما عمرو حل هذا الموطور ما ومريج راه ميت وطايب. شو شو هذا الكرو هذاك هذاك الكرو طيب شو 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 ها آه يلا صافا رجع 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 شو يا اخوان شو الموت لك حلا ما عليناش علاش كيبقبق يا صاحبي هادشي عندك تاي طايب عشيري شك بحال ما قديتيش تشد هادشي بيديك لا قديتي راه درت شي فوني درت مع فازك شي شويه اه هذا كيتشد شويه صاب حيد شو هانت سمعتش هادشي بقبيق ما عليناش حيد داكشي حيد حيد داك البان ديسك تا هو شي راه الا كريس لي تيدير ماشي لا يا الله ما تكونش لا ريد ويل صعيبة شي كرو هاي شنو شي شي والله هاديك تركم مازال كرو كيفاش كيفاش يكون داير ها شو شو لا الفرق بيناتهم الاخر ولا صغير فين هو بعدا مابقاش يبان لي الحريفية خاصهم يخليس يقاد تو سويرتات بحال هادو اللهم بارك تبارك الله قريب يجي خلاص هذا كاريناج بس هذا الاخوان ديال سبيريتس لوين خطير فيه شوفوا العاشر شنو يقول ناضي فرق كبير فرق كبير يا وعلى سلامتك اخويا سير دوز حيد زيد انا نركب الكارطير ديالك وكذا
عاد كيكمل دابا قول لي اخويا داك الشيء ناضي خو سربت لي هذاك الباتري اخويا الله يسهل عليه. انا مشي الباتري ديالك دابا تاع الكلاكسون والو تاع لعبه ضروري من الباتري اصاحبي باش تخدم لك البومباي الكتريك ديالك فراحتك شي ليك سال الله. كاين المعنى اخويا دابا الموطور ولا عاطي 100% اخويا ها هي كات كابري كاجي تشوت كابري يا بعدا نكونو سالينا في الماله ها المطار راه ناضي اخويا داك بار تراك اي لعبه بغيتيها هادشي اللي كاين الاخوان عندنا لهم مريج اللور ومريج القدام الكروه ديالو اللي بقات هو غادي يقولنا اخويا كيفاش داكشي اخويا لا فرق كبير والله لا فرق كبير بين اللي كيجي وكيغير جاب هذاك الشيء اللي بغينا اخويا على قولت الله وكبار هادشي اللي كان يلاه الخوت تحياتي لكم مع السلامه فيديو يقصر سلام.